این رو بیان بفرمایید که اصلا جهاد نکاح و این فتوای شرم‌آور و ننگینی که علمای وهابی دادند چی بوده و به چه علت بوده و چه کاری رو میخواستن این انجام؟ شخصی که اومده داره در سوریه از شما دفاع میکنه، به قول اونها چند ماه کنار زن و بچهش نبوده. این آقا نیاز عاطفی و جنسی داره، نیاز جنسی رو چیکار کنه، چجوری تامین بکنه؟ لذا اومدم گفتم شما هم جهاد بکنید، شما هم یک مقدار از خودتون مایه بگذارید، اینا از جانشون مایه گذاشتن، شما از خودتون مایه بذارید، مشکلات اینها رو برطرف بکنید و به بهشت هم خواهید رفت. جهاد هم هست دیگه، جهاد هم هست، شهید هم میشید. بله جهاد هم هستش. خب کلیپ رو ببینید که آیا واقعا همچی کاری کردن یا نکردن. مفتی اعظم تونس و شبکه العربیه که شبکه رسمی عربستانه. بسیار خوب دوستان اتاق فرمان، کلیپ رو پخش کنید. موضوع آخر، لا يحق القول بأن من يحارب في سوريا هو مجاهد، كما أن جهاد النكاح هو بغاء وعبث. هذا ما أكد اليوم عثمان بطيخ مفتي الجمهورية خلال لقاء إعلامي الدوري بقصر الحكومة بالقصبة، واعتبر أنه اللي قاعد يصير اليوم لشبابنا تحت تسمية الدعوة للجهاد هو استغلال. 13 طفلة هزوها باش تجاهد جهاد النكاح الجهاد. شو هذا يسمى بغاء، نغاء، هذا فساد أخلاقي. ننتقل مشاهدينا إلى خبر آخر أيضا جاء في صحيفة الوطن الكويتية. هذا الخبر يتحدث عن مراهقات تونسيات إلى سوريا تلبية لفتوى كاذبة بجهاد النكاح. وفي التفاصيل، فقد أبلغت عائلات تونسية عن اختفاء بناتها المراهقات وسط ترجيحات بسفرهن إلى سوريا من أجل ما يسمى بجهاد النكاح، أي تطوع لإشباع الحاجات الجنسية لرجال يقاتلون القوات النظامية في سوريا. وبحسب الخبر أيضا، ففي 27 من فبراير عام 2012 أعلنت وزارة المرأة والأسرة تسجيل عدة حالات اختفاء الأطفال المراهقين إثر ظهور شبكات متخصصة تستهدف الشباب والأطفال من الجنسين لتجنيدهم عبر ممارسة التجييش الفكري والعقائدي. بدي أنت متجوز ثلاث نسوان؟ قلت له نعم، أنا متجوز ثلاث نسوان، واحدة مطلقة وتنتين على زمتي، فطلب مني أجيب واحدة من نسواني انه مشان الجهد بالنكاح. قال لي هذا يا ابني جهاد في سبيل الله، وانتم رايحين على الجنه، وهذول ما لهم حدا هون وما لهم نسوان ولا لهم حدا نهائيا هون. اتصلت انا على مرتي فاطمه، وانا بقول لي فاطمه تعي في غرفه بنزرعها بدنا نشطفها، بس لا تجيبي ابنك معك. قلت له ماشي. بدايه انا وياه الدنون حطنا على المطر ورحنا على المزرعه. يوم وصلنا على المزرعه شفت بشار عواد بقولوا له ابو عبده قاعد، زلمه كبير عيونه زرق، مربي دقن، شوارب خفاف، اصلع. وانه بقول لي هلا بدك تشارك بجهاد النكاح؟ قلت له كيف يعني؟ انا ما بعرف شو جهاد النكاح، اول مره بحياتي. بس قال لي يعني بدك تناني مع عده اشخاص. قلت له كيف يعني؟ قال لي يعني بدك تمارسي معهم الجنس. قلت له ايه تكرم عينك، ليش لا؟ انا ماخذ الموضوع بمسخره. وقعد يقول لي يا بنتي هذا جهاد في سبيل الله، وهذول ما لهم حدا هون، تركين نسوانهم واهاليهم. جاب شاي ما رضيت اشرب، جاب قهوه ما رضيت اشرب، جاب فطور ما رضيت اكل. انا عرفت حالي اني سوالي كمين الكمين. قعد خالد نص ساعة، بعد النص ساعة ما شفته، أعطاه 5000. صحبت حالي ومشيت أنا، تركته هيك الساعة 11 بالليل. فوت علي ستة على الغرفة، طمش لي عيوني، ربط لي إيدي، ضربني كف وحطني على التخت. قال لي في قدامك موجود ستة، هلا بدي هدول كلهم بده يتجوزوا منك، وهذا في شيخ فتانا إياه، وهاي جهاد في سبيل الله، وهدول تاركين بيوتهم وعم يدافعوا عنك وعن ابنك وعن الوطن، وهدول لا تفكرين إرهابية. قلت له بالله. قال لي ضربني الكف، سكتت، ما استرجعت أحكي. قال لي كلمة ثانية، حياتك وحياة ابنك خالصين. قلت له مثل ما بدك، هي حياتي هيك هيك بظلم خالصة، واقف عليك عند تضربني رصاصة وتموتني. قام قال لي ولا كلمة، صار يحكي علي، سكتت. فك لي عيوني، فك لي إيدي، شفتهم الستة، طلع ثلاثة وخلى ثلاثة عندي. قال له حط ايدك، حط ايده. قال له قبلت، قال له قبلت. قال له يلا زوجتكم ووكلتي على سنه الله ورسوله. وقروا الفاتحه ومارس معان ساعتين،
بعد الساعتين رجع كذلك الأمر جاب لي واحد. قال كل ساعتين جيب لي واحد. جاب الشيخ إياد عويجان أبو نزير وكتب كتابه علي، حط إيديه هيك وحط شقفة وقرى الفاتحة وطلع الشيخ إياد سجد ركعتين وبعدها تزوجني، وبعدها هيك قعدت شوي أنا وياه ورحت على بيتي. كمان كل فترة وفترة اجي لعنده بالاسبوع مرتين ثلاث مرات اجي اتردد لعنده، واذ بيقول لي فريال انا بدي احكي معك موضوع. قلت له شو هو الموضوع؟ قال انت بدك تشتغلي معانا. قلت له انا شو بدي اشتغل معاكم؟ قال لي بدك تشتغلي معانا يعني كل شيء بالدين بالهاي، شلون انا كتبت كتابي عليكي، بدي اكتب كتابك على واحد غيري وفي عدة اشخاص. قلت له لا انا ماني موافقة هلا. شو هذا؟ فاجأتني انت يعني بهذا الاسلوب اللي اجتني فيه. قال لي بتفوتي على الجنة ويعني مباشر، ما انت بوجهك على الجنة بهيك حركة. قلت له معلش فكر. قال لي معلش خدي راحتك. قعدت انا وياه ومتفلت على بيتي. فكرت دهاني اني روح بوجع الجنة، دهاني اني اشتغل معه وساعتها انا وقت فكرت قلت خلص علي وعلى اعدائي بدي اشتغل، بدي روح على الجنة انا ما عاد يعني. جيت لعنده قلت له انا موافقة واني بدي اشتغل معك وهي. جاب شخص اسمه الشيخ إياد عويجان أبو نزير، زوجني إله كمان طبعا. حطوا إيديهم هيك ببعضهم وقروا الفاتحة وتزوجني. قال له هلا بس تتزوجها بس تطلع من عندها أنت بتطلقها. طبعا طلب يمارس معي من الخلف وانا ما رضيت. وقت الممارسه نص ساعه ثلاث ارباع الساعه، طلع اياد طلقني وطلع. ريحت نص ساعه اجى شخص ثاني. طبعا بعد ما غسلت وتحممت ولبست اجى شخص ثاني كمان كتب كتابه علي بنفس اسمه علي. كتب كتابه قال له هلا بكتب كتابك عليها وبس تتزوجها وتخلص بتطلع وبتطلقها. كمان نفس الحركة. بعد نص ساعة متحممت وساويت حالي كمان رجع جاب لي شخص اسمه محمد حسين، كمان كتب كتابه علي بنفس الطريقة وزوجني إله وطلقني. وقمت أنا فليت، طلعت من عنده وفليت. هومي كان شايفني، كان شايفني جوزي وأنا طالعة من عنده. جيت رحت على البيت حسيت جوزي مزعوج متضايق فيه شيء. قلت له فيصل شبك؟ قام قال لي ما فيني شيء. قلت له لا بدك تحكي لي شبك، انت متضايق كتير. قال لي انت شو كنت تساوي عند ابو دياب؟ قلت له انا ما كنت عند ابو دياب. قام قال لي لا تكذبي علي، انت كنتي عند ابو دياب وشو كنت تساوي هناك؟ قلت له والله بدي اشتغل انا مع ابو دياب. قال لي شو بدك تشتغلي؟ قلت له بجهاد النكاح. قام قال لي شلون هيك؟ قلت له والله هيك لقيت جوزي شرد صفان ما حكى شيء، لا قال لي ايه ولا قال لي لا. بعدها بفتره نزلت لعند ابو دياب، سلمت عليه وقعدت انا وياه. اجى قال لي بده يفوت عليك الشيخ اياد.
قلت له مو اليوم بكرة. فتت اجت ثاني يوم فليت بنفس اليوم اجت ثاني يوم قلت له ماشي. فات كمان كتب كتابه علي الشيخ اياد ونفس الحركة كتبوا الكتاب وحطوا له محرمة على ايده وصلى ركعتين وتزوجني ورجع طلقني. خلص الشيخ اياد وطلع. سحبت حالي انا وطلعت من المقر. بس انا هون كنت شايفة بنات كتير ونسوان. رحت لعند ابو دياب قلت له ابو دياب شو ببين في بنات كتير عنكم ونسوان؟ قلت له معناتها انت بجوز عم تضحك علي، انت يعني عندك بنات ونسوان بجوز انك تمارس معهم او تتزوجهم. قال لي لا يا مجنونة انا مو الي هدول الشباب، لانه طبعا ما عنده لا نسوان هون هلا ونسوانهم بعيدة عنه. قلت له انا اي ماشي، بس انا ما يعني الفكرة لبكتني شوي. قلت له ما بعرف تنقعد شوي، انا تلبكت. قلت له ابو دياب ما بعرف شو بدي احكي معك. قلت له البنات هدول اللي عنكم شلون بتجاهدوا معاهم؟ قام قال لي مفتي فتاها، مفتي الشيخ اياد عويشان ابو نزير اللي فتاها انه يناموا يمارسوا معاهم من ورا. قلت له بس غريبة يعني بنات هدول. قال لي فهمك كفاية. قلت له والنسوان؟ قال لي لعدة أشخاص. أنا هون توترت أعصابي، قلت له أنا بدي أروح على البيت. رحت على بيتي. طبعا طلعت أنا من سبينة، طلعت استأجرت بيت وقعدت وصرت أتردد عليه لأبو دياب.